شكل شوي شوي، برك بحط برغل وبعجنة معه لاخذ عجينة يسهل تشكيلها متجانسة مع بعضها. رجاء وانت عم تشتغلي الكبة بعد ما بتعجني العجينة حطيها بكيس نايلون خاص للأغذية وحطيها بالبراد وكل شوي طالعي حاجتك. هلا مثل الخبيرات بيعملوا الكبة كلياتها بيوم واحد، معناتها نحن لازم نخاف في هبرة نية في لحمة. المفروض نحط العجينة بالبراد كل شوي بناخد جزء ونشتغل فيه، كان كبة صينية وكان كبة مشوية. في صبايا عم يسألوا بقولوا لي مدام دلال هي لانت ما بقى نقدر نشكلها. مجرد ما تحطيها، طبعا انت كترتي سوائل الظاهر، حطيتي ماء كتير وقت النقع، حطيها بالبراد بتنشف بعد ساعتين، بجوز ساعة بجوز ثلاث ساعات حسب كمية الماء اللي حتحطيها، بتنشف بعدين بكل بساطة تتشكل معك، ما تخافي أبدا. تشكيل الكبة الصينية، كيس نايلون اثنين، واحد من تحت واحد من فوق، أي قطع عندك بيركس، ماء مثلج، بدهن الكيس هذا بهالشكل صغير وبحط هاي الكبة، برد بحط ماء هون بهالشكل، مشان هيك قلنا نحن بحاجة لترطيب الماء، وبهالشكل بكبس بالضبط بهالشكل لآخذ سماكة رقيقة. هلا منشوف شلون السماكة مشان ما تطلع معي رقيقة وسميكة. هاي السماكة ومنحطها بهالشكل هون ومنمسد بالماء. صبايا مديتها، جبت بيضة حطيت لها رشة بهار حلبي، رشة قرفة، باخد بهالشكل. صبايا عندكم طريقتين مشان يلزقوا الطبقتين بين بعضهم، بس ستة وشو فرجتك شلون باخد بهالطريقة. ممكن بس البياض تستعملي لأنه الزنخة بتجي من الصفار، استعملي البياض بس. أنا المفروض كنت دايما بستعمل البياض من العطر، معلش. المهم جزء بسيط اللحمة بهالشكل صبايا، بهالشكل بدي أفرفدها، وبدي بجيب كيس نايلون هلأ بفرفدها على الكنار فراغ مشان تلزق الطبقتين مع بعض. وداعم لهالشي ممكن ما تستعملي بهالشكل البيض، بهالشكل مثل مسامير بنسميهم، مسامير شيء ثلاثة أربعة بهالشكل صبايا، بس فقط بجيب هاي رقيتها تمام. شوفي شو قد رقيقة، بعملها بهالشكل صبايا وبجيبها لهون بواسطة هالكيس النايلون صبايا، ما بدي أعذب إيدي، بدي أكبس هاي الطبقة. لازم تكبسيها أول، كبستها أنا، تكبسيها بتلزق بالطبقة الأولى. هلأ بكبسها بهالشكل، هم ما بتتوسخ إيدي باللحم، وبتمد معك، بتمد معك بهالطريقة. بتاخدي كبة صينية قالب جميل. برجع بعمل بكمل الباقي، بالنهاية بحط ماء بواسطة هالكيس بمسد الكبة الصينية رقيقة بهالشكل. نطالع نجمة نحن. هلا فرجيكي شلون سهلة جدا، بس ركزيلي على أول ربع نصفناها، ما هيك صبايا؟ شوفي بدنا نقسمها هاي، طلع هاي اسم واحد وهاي اثنين،
تمام صبايا؟ شوفي بدك ساويين أربعة ساويين بطلع معك أصغر. صبايا شوفوا بالورق، واحد وهي اثنين، هيدا تطلع النجمة. برجع بعيد، واحد وهي بالنص اثنين. بعمل بهالشكل صبايا، بدي طالع النجمة وربة صبايا بهالشكل، بدي اجيبها. شايفه شلون كملت؟ هذا مثلث هذا مثلث. برجع بعيد اخر شيء لثلاث اقسام، واحد وهي صار ثلاثه صبايا. بعمل بهالشكل، عم بكمله، واحد وهي اثنين. طلعت يلا ثلاثة. طبعا ممكن اصغر مثل ما قلت. اكبس، كبست انا بهالطريقة، بمسته تمام مشان ناخذ سطح مستوي تماما بهالشكل. ماء بارد وسكينة ننصفها، يعني ننقسمها لنصين، ننصفها بهالشكل. بدي أخلص خط المستقيم، برد بهالشكل، يعني بدي أقسمها لأربع أرباع. ما تنزلي السكينة لتحت الشي، يعني ما تحددي مشان يطلع معك قالب جميل. صبايا كل ربع بدنا نقسمه لنصين مشان يطلع معك جميل هون بهالشكل، بيصير عنا ست ارباع، ست ارباع بهالشكل عشان تختبري السماكة. شوفي شلون رقيقة بهالشكل. نطالع نجمة نحن هلا، فرجيكي شلون سهلة جدا. بس ركزيلي على أول ربع، نصفناها ما هيك صبايا؟ شوفي بدنا نقسمها هي، طلع هي اسم، واحد وهي اثنين. تمام صبايا؟ شوفي بدك ساويين اربع ساويين بطلع معك اصغر. صبايا شوفوا بالورق، واحد وهي اثنين، هيدا تطلع النجمة. برجع بعيد، واحد وهي بالنص اثنين. بعمل بهالشكل صبايا، بدي طالع النجمة وربة صبايا بهالشكل، بدي اجيبها. شايفه شلون كملت؟ هذا مثلث هذا مثلث. برجع بعيد اخر شيء لثلاث اقسام، واحد وهي
صار 3 صبايا. بعمل بهالشكل، عم بكمله. 1 وهي 2 طلعت. يلا طبعا ممكن اصغر مثل ما قلت. زي الصبايا خلصت. بالاخير اعمل بالنص بهالشكل مشان يدخل السمن لجوا. هالشكل صارت جاهزة. هلأ بدي أزينها بمكسرات. إذا بدك تزينيها بمكسرات فستق أو لوز، اللوز بيعطيكي دليل قاطع لاستواءها، مجرد ما ياخذ لون الذهبي معناتها دليل استواء. الفستق الحلبي هلأ بدي قبل ما انشفي وداخل أكل قبل ما انشفي وأعصرها وأحط الفستقات لمدة ساعة ساعتين، بياخذوا رطوبة ليوني. وقت الشواء ما بينحرق الفستق، بيتم لون جميل وبنفس الوقت بيتحمص. لنشوف شلون رح نزينها للكبة الصينية. إذا اتبعتي الخطوات بالتفصيل رح تاخدي أروع كبة، طعم زائد شذة. الكبة بهالشكل صبايا، مديت هالمنشفة ورطبت الفستق بكل سهولة، فقشته وأخذ طراوة ولون جميل مشان ما ينشف. في صبايا عم يسألوا ايش معناتها تشميع سطح الكبة الصينية. صبايا بهالشكل، هي هي الهبرة، هي بتاخدي شقفة هالشقفة بس، وبتبلي ايدك بماء مثلج وبتدهني السطح قبل ما تقسمي. تمام صبايا، قبل ما تقسمي الكبة طبعا بدها سمن غزير، وممكن مجرد ما شمعتيها بالهبرة جزء بسيط كمية، هاي بس هبرة، ومع ذلك جود بالموجود. ما لا موجودة ما مشكلة، منشمعها بسمن، بناخذ السمن منشمعها مشان إذا بدك تخزنيها. تشميع السمن للكبة الصينية بمنع تتليج السطح صبايا، مشان ما تنبر البرغلة مثل ايدك وقت بتدهنيها سمن وزيت. وصلت الفكرة صبايا؟ بتعودي تفرز هكذا وتحضر العزايم، مجرد ما تطالعيها من الفريزر فورا للشوي. مجرد ما ناخذ اللون اللوز الذهبي الجميل معناتها دليل استواء. اول شيء شوية من تحت بيشقر الكنار، بعدين مشوية من فوق. تمام صبايا، طريقة بشيلها بالفريزر. مسحت الكيس النايلون سمن طري بحرارة المطبخ مشان احطه على سطح الكبة. كبست اللوبات مشان تلزق تماما بنفس الوقت ما يخرب شكلها، وهلا بدي اشيلها بهالشكل بالفريزر كما هي. دفعتها بالفريزر ليوم العزيمة. دائما يفضل التخزين داخل علب او اكياس نايلون مغلقه.